أهلا بكم. في أول عقوبات من نوعها بعهد بايدن، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران بسبب انتهاكات ضد حقوق الإنسان. الخارجية الأمريكية أكدت أن العقوبات طالت محققين اثنين في الحرس الثوري لدورهما في اعتقال وتعذيب نشطاء سياسيين شاركوا في احتجاجات عام 2019 و 2020. وتعهدت الخارجية الأمريكية باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في إيران. طلب البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الإيرانية بتقديم إجابات حول مصير العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت ليفنسون في إيران الذي اختطف قبل 14 عاما. البيت الأبيض قال في بيان إنه سيواصل المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين بشكل تعسفي في إيران، واعتبر أن الهدف من أعمال الاعتقال تلك هو تحقيق مكاسب سياسية فورية. وسط استمرار الرفض الإيراني للانخراط في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، موسكو تشجع واشنطن وطهران على العودة المنسقة إلى الاتفاق النووي. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إنه لا يزال بالإمكان تحقيق تقارب بين الإيرانيين والأمريكيين من أجل العودة إلى الاتفاق النووي بخطوات متزامنة. وأضاف لافروف أن انتظار الطرفين للمبادرة بالخطوة الأولى سيجعل النقاش حول ملف الاتفاق النووي يطول. وردا على دعوات روسيا، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن بلاده التزمت ببنود الاتفاق النووي، ودعا ظريف الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق والولايات المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها التي لم يتم الوفاء بها على أحد قوله.